هاي لي زامي، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. جيسبر تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وانتم ما كتشوفوا لا فيديو ديالي، هذه ياسمين صاحبتي. سلام، كنعرفكم عليها. شكون عمركم ديجا شفتوها معايا؟ ديجا ياسمين صاحبتي ديال المدرسه، ديال الكوليج، ديال لي صديقه الطفوله. كيف ما شفتوا العنوان لي زامي، في هاد لا فيديو غادي نقدم معكم طوموبيلتي بعدا صبغتها. يلا جبتها غير البارح، بقى فيها ريحه الصباغه. طلعت لها دابا ياسمين تقول لي شميت فيها ريحه الصباغه. واو، شكون اللي كيبغي ريحه الصباغه؟ ما كتعجبنيش، كتخنقني. ولات كيوت، ولات فنه، ولات فنه. توحشتها توحشتها توحشتها. ودابا عاد جبتها، وقلت اول حاجه غادي ندير هي انني غادي نوريها لكم، وغادي نعاود لكم كيفاش درت طوموبيلتي، كيفاش ديت البيرمي، حيت عمرني ما عاودت لكم هذا الشيء. بغيت نبارطاجي معكم الاكسبيريونس ديالي باش الناس اللي زعما عندهم مخاوف من السوقان، مخاوف من البيرمي، تحيد منهم هذه الفوبيا. دابا لزامي اول حاجه غادي نوريكم طوموبيلتي، انا بغيت نضرب بكم دويره. ودابا لزامي غادي نوريكم طوموبيلتي. ترا صبغتها، كانت كلها مضروبه، ودابا فاش صبغتها ولات زوينه ولات كتبري، كان اللون ديالها باهت. قالوا لي البنات صبغيها بشي لون اخر، ولكن انا كيعجبني الكحل، وكتجي الطوموبيل هي الكحل، يا اما الكحل يا اما البيض، ولكن انا هذه بغيت نخليها في لونها، بغيت نخليها في صباغتها. عرفتوا لزامي هنا كان كله مضروب، شوفوا هذا غير الغبره، هنا راه كان كله مضروب، هنا كان كله. تخيلوا فاش كنت كندير شي كسيده وكنبغي نعرف غير الدقه فين جات، ما كانتش كتبان الدقه فين جات، حيت هنا كان كله مضروب. شوف شحال بنات زوينه، شوف كيوت ولات. شوف وهادي طوموبيلتي كامله صغيره على قد الحال، ولات كتبان زوينه. كيف ما شفتوا لزامي، هذه هي طوموبيلتي المتواضعه الصغيره. هذه هي اول طوموبيل شريت، بغيت نعاود لكم كيفاش شريتها وداك الشيء، ولكن بغيت نوريكم قبل لي زاكسسوار ديال الطوموبيل اللي خديت من شاين وما بارطاجيتهمش معكم في داك الفيديو ديال الحوايج. قلت لكم حتى غادي نجيب طوموبيل من عند طولاري. قول لي مراشي. المهم انا زعما عند الطلاري ولا الطرالي، والله ما عرفت كيفاش كتقال، قسما بالله. قلت لكم دابا غنوريكم لي زاكسسوار ديال الطوموبيل. بغيت تكون كيوت، هي اصلا كيوت. اول حاجه غادي ندير لكم بها هي هادو. عرفتوا هاد المخدات اللي كيجيو هنايا؟ شحال كيوت، شوفو شحال زوينين، شوفو شحال فدنين، بحال هاد البابيون اللي راه في شعرك، شوفو شحال فدنين. كضحك عليا في الحرام، خديت جوج حيت اللي غتجلس القدام هي اللي غتبان ليها. هاد الورب ساكن ما خديتش ليهم، كنت بغيت ناخذ ليها مخاض الله، ما كانش ندير لها الطلامة. دابا خديت ليها جوج، هادي الثانية كيوت 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 فني. شنو هادي؟ هادي ديال الفولون. هادي ماعرفتش غادي قد غادي قدو. هادي ديال الفولون كيخدم وحده اخرى. اش كتجي معاها هادي زعما؟ كتجي معاها هادي بابيون حتى هي. شوفو هادشي غادي نركبو، غتشوفو شحال غيجي واعر. خديت هادي، هادي كنت تعلقت بغيت ناخد بابيون ولكن ملقيتهاش، وخديت هادي فيها بابيون هنايا. نونوس زوين كيتعلق كيجي مبوكس. خديت لي زاكسسوار في الكحل حيت طوموبيلتي في الكحل، شفتوها شتي هاكا ياسمين. خديت هادو، هادو اللي كيجيو كتحطو في بلاصه فين بغيتو تحطو العصير ولا قريعه ديال الماء. شفتو هادو زيد، نعاود نعاود ثاني نرجع هادو. خديت هاد ال شوف هاد تبعز ليا، شنو كضحك علي. خديت بوكي ديال الورد وتبعز ليا، حتى انا كيعجبني الورد. شفتوه تبعز، كنت شفتو في واحد ريل في انستغرام، وكان عجبني، وانا نقول الله تا غناخدو. شوف شحال فن كيحمق كيوت. هذا كيلصق، نشوفو كيفاش كيركب. صح بس انا فيه الريحة، والله شوف الريحه شمي. انت اقسم بالله عرفت هذا اللي ظني فيه الريحه، فيه بحال ريحه نكروه. وياك فيه ريحه زوينه، خاصني نكروه صغيره.
زين الكرمه زين زين الكرمه ديال الورد. زيد شنو عندي عاوتاني؟ عندي هادو، هادو اللي كنسقوا في هاد السمطه كيجيو بحال هكا. ويلي ويلي هاد الشيء واع اختي 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 طوب بنتي ولاد زويد. شوف واخر حاجه ياك مابقاش اخر حاجه هي هذه، هذه حيت انا هي شي مرات كتوسخي الطوموبيل وكنبغي نمسحها هكا وما عنديش هذا باش كيمسحو كنبغي الخرقه كنبغي ندوز عليها بحال هكا بالزرب بحال هكا البولون غتغبر ليا غندير ليه بحال هكا بحال هكا بحال هكا صافي وغتشري الغبره. ودابا لزامي غادي نركب هذا الشيء وغتركبوه معايا. هادو هما لي زاكسيسوار اللي شريت لطوموبيلتي، جيسبيغ يعجبوكم. انا بعدا حمقوني وداك الشيء كيوت وهاد المخده مريحه الله بقى ساقي ديرها حسن من داك الاخرى اللي كانت عندي. وهاد لي زاكسيسوار ديال لي بابيون زوينين وهداك البوكي ديال الورد تاهوفني وصافي. صراحه هادشي اللي شريت، دابا نشري شي حوايج اخرين وصبغ الطوموبيلتي راكم شفتوها. ودابا غادي نعاود لكم كيفاش شريت الطوموبيل وداك الشيء ندير لكم ستوري تايم. قلت لكم لا زامي البيرمي ديالي كنت خديته في شهر 6. فاش خديت البيرمي ديالي كنت انا فراستي كنقول انني اون فوا غنشد البيرمي غادي نشري طوموبيل كيف ما كانت. كنت كنقول خاصني ما ننساش على السوقان، نسوق اي طوموبيل كيف ما كانت، المهم انني انا نسوق وصافي. نتوما كيف ما عارفين انا من الاحلام ديالي انني نشري مرسيدس. مرسيدس يا ربي تعاون معايا مرسيدس شنو عرفت شنو يا ربي وصافي. وكنت كنقول فاش غنشد البيرمي اول طوموبيل غنسوق هي المرسيدس، مشكوش ديالي ولكن غنسوقها وصافي. فاش ديت البيرمي كنا باقيين عاقلين في الصيف كنت كنشري مرسيدس، كنت كنشري مرسيدس الاخرى وقلت غنسوق هي اول طوموبيل اللي غنسوق اللي ليها ليها. ديك الساعه ما كنتش معوله انني غادي نشري طوموبيل الصراحه. كريتها كريتها غاليه شويه وبقيت بقات عندي واحد 10 ايام صدقت حتى شبعت مزيان. تحيت هذيك الشهوه ديالي من ديك الطوموبيل، تحيت الشهوه ديالي مزيان من ديك الطوموبيل. ومن بعد فاش رجعتها لمولاها بديت بغيت نشري طوموبيل على قد البيدجي ديالي حيت ما كانش عندي فلوس بزاف، على قد البيدجي ديالي طوموبيله صغيوره زويونه تهز ليا رجليا حيت انا كنبغي نصور كنبغي نمشي بزاف ديال البلايص. وراكم عارفين الطاكسيات ماشي ديما اصلا ما كيبغوش يدونا لكاع البلايص، ولا كنتو بزاف ديال الناس طاكسي ما كيبغيش يهزكم، ولا كنتو غير ثلاثه طاكسي ما كيبغيش يهزكم. وصافي بديت كنقلب في ماركت بليس ونلقى هادي، لقيتها عجبتني واخا كانت مضروبه بزاف الصراحه، كانوا فيها بزاف ديال الضرابي ولكن عجبتني جاتني على قد البيدجي ديالي وزوينه زعما على قد دوك الفلوس راها مزيانه صافي. لقيتها بشحال خديتها؟ خديتها ب 55000 درهم. هذه سيتروين سي ان موديل 2014 خديتها ب 55000 درهم صافي. تكاتبت جيت صايقاها وفاش حيت انا المرسيدس اللي كانت كاري كانت اوتوماتيك فاش جيت نسوقها ما عرفتش نسوقها وجاني السوقان صعيب وخفت الايام الاولى
فاش كنبغي نخرج ضروري نخرج معايا شي صاحبتي. علاش غادي نخرجهم معايا؟ غير باش داك ستريس ميبقاش فيا باش نقتلهم باش نقتلهم باش ميبقاش فيا ستريس. الا كان حدايا شي واحد ماشي بحال كنت بوحدي. الا كان حدايا شي واحد وسكتت لي الطوموبيل كيقدر يكالميني شويه، ولكن الا كنت بوحدي وكيبقاو يكلاكسونوا عليا الناس كنت ستريسه بزاف. صافي انا خرجت بواحد الفكره في راسي انني انايا غادي نطلع الزجاج غندير موسيقى اللي غيكلاكسوني عليا ما غنتسوقش ليه. سكتت لي الطوموبيل غنديماريها بشويه، وديجا هاد سيتروين صعيبه شويه في السوقان ديالها، هي اسانس خفيفه دغيا كتسكت ودغيا كتسكت. صافي لقيت معاها مشكل في الاول في العقابي، ومشيت الايامات الاولى مشيت لواحد البلاصه خاويه كنبقى ندير ساعتين في النهار كنمشي كنتعلم. فاش كنوصل حدا دارنا كنقلب على شي واحد ستاسيوني ليا حق الله داكشي كاع اللي قال في البيرمي ما عرفتش نطبقوا على الطوموبيل. ما عرفت طوموبيل مازوت كنعرف نسوقها، ولكن هادي ما عرفتش نسوقها، ما عرفت لا ستاسيوني لا والو، بحال عمرني ما دوزت البيرمي، بحال كنقرا البيرمي من مده وجديد. صافي بقيت بشويه المره اللي كتسكت ليا كنطلع الزاج كان الناس ما كيرحموش كيبقاو يكلاكسونيو عليك عرفتي، كيبقاو يركبوا فيك الرعب وديك الخلعه اللي كيديروا فيك طول ما كتبقاش باغا تزيد تي كتعكس. اش كندير؟ كندير لهم دوزيام بوزيسيون كنقول لهم انا جو سوي اون فان بعد ما ندير لكم. وباش انا كنقش لكم كنشد اليسر كنشد اليسر كنشد شليبن ديال المبتدئين كنشد لهم اليسر ما غدوزوش. صافي شويه بشويه لقيت راسي انني طلقت يدي في السوقان، بديت كنزعم باش كنسوق بحال صالون درياس، باش كندير السوقان ديال صالون درياس. ولات شويه بشويه انا كنقول لا علاش هذه غادي يعمر عليا، حيت انا دايره 90 علاش يحقر عليا ما يحقرش عليا. وكنلقى راسي كنتسابق معاهم وصراحه الحمد لله الحمد لله عمرني ما درت شي كسيده خايبه. الكسيد اللي كنت كندير درت يمكن شي 3 ديال الكسيد، وحده قيت فيها كوسطه باش يسمحوا لي حيت ما كنتش كندير كسيد خايبين. الكسيد اللي درت واحد النهار درت كسيده مع واحد مول طاكسي، كنا في ستاسيون وانا كنت راجعه مارشيريرو ما شفتوش وغير قصتو غير شويه، ودخل الطاكسي ديالو ما طرا لي والو ما طرا لي والو، ما بينا فيه حتى شي حاجه وانا طوم ماشي ما طرا فيها والو. وداك مول طاكسي شد معايا الضد صافي. واصلا انايا كنت شويه معصبه انا وجدنا ضد مع بعضياتنا. هذيك هي الكوسطه واحدة اللي قيت، ومن واحد النهار عاوتاني درت كسيده اخرى. دخلت في واحد الكاميو دخلت فيه من اللور كنت خارجه من اللور، انا كندير لي جاكسيدون غير مارشي ريال، كنت بغيت نخرج من ستاسيون ما مرضيتش البال، انا كنشوف قدامي ما كنشوفش مورايا. ايوا فاش خرجت ضرب القنت ديال الكاميو ديالو مع الجزم ديال طوموبيلتي، هو ما طرا ليه والو ولكن طوموبيلتي ضغطات. عاد الكسيد اللي كندير كل مره بحال دخل فيا شي واحد من اللور، حيت كان طوموبيلتي كلها مضروبه من اللور كلها مقشره من اللور. فاش كنهبط كنبغيت انا نخرج عيني ولا ضربتيني، كنلقى انا طوموبيلتي دايره جايه مضروبه ما كنعرفش الدقه فين جات. قلت لي انا قولي ضربتيني قلت باش لي الدقه معايا كلها مضروبه. وصافي وكنبقى نسمح للناس، انا مش كنعجبكم كنسمح، كيقول شي واحد سمحي لي صافي ما كنقدرش نزيد معاه الهضره، كيقول سمح لي كنقولي ماشي مشكل. واحد النهار كنت درت واحد الكسيده خايبه شويه، كنت ماشي انا اللي فوتشيف، كان واحد الراجل هو اللي فوتشيف، هو كان باغي دور وانا كنت شاده اليسر وما دارش السينيور، انا كنت مكسري وهو كان مكسيري، وجا وانا كنت شاده اليسر وهو شاد اليمين وباغي يدور من اليسر فهمتوا، وجا ودار واحد الدور وانا جايه مكسري ويدخل فيا من الجنب، دخل فيا تقشرات طوموبيلتي كلها من داك الجنب اللي لهيه تقشرات كلها. وصافي كنت بغيت نقيد معاك وسطاج نقلب الوراق ونلقى راسي مساليه لي يلاه سيروس انا قلنا انا ما عنديش الضر نهار دغيا نقيد كاستاس عليا لي لا سيرونس، مسالي لي لا سيرونس والكارت الكارت غريز حيت كانت باقا ما خرجتش ليا، كانوا عاطيني غير ديك الورقه ديال السينيوم لقيتها هو فيها بشهر وانا ما كنقلبش ورقيه، لقيتها هو فيها بشهر عاد باش بديت كنشوف كنقول ناري يا مهمتي دابا غيجيو هذوك صحاب لا سيرونس غيوليو غادي ليا هذوك صحاب الكوستاتور يولي معايا يطلع على البوليس وغادي ليا بالطوموبيله الفورين، وانا نقول صافي نسمح ليه ماشي مشكل وانا نسمح ليه قلت لي ماشي مشكل. وصافي زعما الصراحه كان هذا هو الكسيد اللي درت، وكانت هذه هي زعما القصه كيفاش شريت طوموبيلتي. وانا فاش كنت شريت الطوموبيل شنو كنت كنقول في بالي؟ قلت غادي غير نتعلم فيها واحد 3 شهور وغنبيعها باش نشري شي حاجه ما احسن، كانت هذه الفكره ديالي انا نتعلم فيها حتى درت كسيده ماشي مشكل. اول طوموبيل راه كتكرفسوا عليها حيت كتكونوا يلاه كتعلموا السوقان، اول طوموبيله ليكم غير عولوا على هذا الشيء. قلت
قلت ماشي مشكل ترفع الكسيد، ماشي مشكل، غنكون غير كنتعلم وغنبيعها. من بعد بديت كنولفها، بديت كنولفها، كنربي عليها الكبده وكتخويش بيا الصراحه شحال من مره كيكون ما فيهاش ليسانس، وكنبقى غاديه غير بالريزيرف وما كتوقفش ليا، ما كتسكتش ليا. ولفت تعلمت نسوقها مزيان صافي، وربيت عليها الكبده بزاف، ولات عزيزه عليا بخدم هي صغيره وداك الشيء ما عرفتش، ولات عزيزه عليا، ولات هكا بحال بنيتي على الطوموبيل صافي. قلت علاش غادي نبيعها دابا، باقي الحال يلاه شريتها، يلاه خرجت لي كارت كريز نخليها عندي واحد شويه، واحد العام بين ما قدرت نجمع الفلوس الى بغيت نشري طوموبيل، شي طوموبيله زوينه يا ربي نشري طوموبيل ديال احلامي. وصافي هادشي اللي قلت، دابا صبغتها حلقت عليها رجعت زوينه، جبت لها زاكسسوار، مازال غنزيد نحلق عليها. انا رجع عافني، وانا في الاول كنت مكرفصه عليها غير حيت كنت كنقول غنبيعها، تخرج لي كارت كريز غنبيعها، ولكن فاش بغيت نبيعها حسيت براسي انني ما قادراش نبيعها الصراحه. وصافي لي زامي هادشي اللي كاين. وبالنسبه للاكسبيريونس ديالي مع البيرمي، بغيت غير نعطي نصيحه للبنات اللي كيقولوا زعما اللي كيبقاو عندهم مخاوف من البيرمي، وكيقول لك راه كيغوتو كيدير لك ستريس، داكشي راه ما كاينش. انا فاش مشيت ندوز البيرمي انا كانت عندي هاد الفكره ديال انهم غيغوتو عليا وغادي نسقط، وكتمشي عندك واحد الفكره ديال انك غتسقطي اكثر ما انك غتنجحي. مشيت توكلت على الله نهار الكود، حتى واحد ما ديرونجاني، حتى واحد ما غوت عليا، كنت جالسه في البوست ديالي عادي، دوزت الامتحان ديالي نجحت فيه الحمد لله. خاصكم غير تكونوا حافظين، ودوك لي كيسيون راه ساهلين. واحد لابليكاسيون كنت حفظت فيها سميتها سياقاتي، حفظوا فيها، راه فيها داكشي اللي كتحط في ديك لابليكاسيون ملي كتحط لكم نهار الامتحان. وبالنسبه للسوقين انا كنت كنعرف نسوق شويه، مشيت توكلت على الله ما خفتش. اهم حاجه هي ان الخوف ما يكونش فيكم، سيروا قولوا انني انا غنجح في البيرمي، فهمت؟ ما تشوش تقول غير غوتو عليا، ولا غوت لك شي واحد ما تسوقيش ليه، الا ضريتي كاع هبطي من كوارك قولي لي سمح لي راه ما شفتش، فهمتوا؟ ما تعطيش فرصه لبنادم فين زعما يحقر عليك وهكا. السوق غنسهل من الكود، السوق جاك سهل من الكود، انا جاني سهل من الكود، الكود اللي مغاش يتحفظ ليا انا. شوفي كل واحد على حسب عقله، انا جاني بجوج مساري، وانا جاني الكود كيتحفظ كيتفهم، انا كنحفظ الصواره. انا الكود كيتفهم، حيت انا فاش مشيت دوزت الكود انا كنت معول على راسي غنسقط في الكود الصراحه، حيت ما كنتش حافظه، كنت مريضه داك النهار وما كنتش حتى غنمشي ندوز. ولكن فاش مشيت جاني داك الشيء ساهل، خدمت الذكاء ديالي حتى انا واخا كانت ذكيه صافي. وسوق نفس الشيء، مشيت ما خفتش، درت شي اغلاط ما خاصهمش يداروا، ولكن ما غوتوش عليا. كاين اللي كيغوت كنقول ليه سمح لي راه ما شفتش صافي، كيدوزوك وما تخاف ما والو، تكشات لكم الطوموبيل راه كيعطيكم فرصه ثانيه، غير نتوما ما تدهشروش، جلسوا بشويه عليكم ودوزوا الامتحان ديالكم، الله يسهل عليكم كاملين. وصافي لي زامي، كانت هذه هي القصه ديالي مع البيرمي والطوموبيل، ووريتكم طوموبيلتي وعطيتكم فكره على طوموبيلتي، وخديتها من ماركت بليس. اذا عجبكم لي زاكسسوار ديالي وعجبتكم طوموبيلتي، ديروا لي لايك للفيديو، كومونتير زوين، بارطاجيو مع صحابكم. موح عليكم، باي باي.